متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في بث مباشر من الدار البيضاء، بالضبط في جنبات ملعب مركب محمد الخامس اللي كيحتضن مباراة القمة ومباراة السنة، مباراة ديربي. احنا الان بالضبط في جنبات ديال الملعب، ما بقى والو على انطلاق المقابلة. فالمقاهي ديال في السلطات حدوا على الساعة 7 على انه يتم اغلاق جميع المقاهي. دائما معكم متابعينا الكرام، بالضبط في ملعب مركب محمد الخامس اللي فيه واحدة من ابرز مباريات السنة، ديربي الرجاء والوداد، ديربي الكبير، ديربي. فاحنا كنا غادي نديرو جولة حدا المقاهي ديال القهوة، فدابا غادي نشوفو. ما يمكنش تدوز من حدا التيران كاين ديربي وما تشوفش الاجواء، ما يمكنش. غادي نشوفوا هذه الاجواء، ما عرفتش واش كيوصلوكم الايقاعات ديال الدراري اللي مخدمين لي باف. اجواء يتيمه صراحه، موالفين كنشوفوا اجواء هاد الوقيته الديربي غادي تلعب. واو، يعني بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج، تشيب فواج كيتوجدوا، جماهير كيغنيو، صور جميله، يعني كتشوف. نخليو نشوفو واش كتسمعو متابعينا الكرام. فالسلطات منتشرة بشكل كتير، كيقوموا بالعمل ديالهم فكينظموا هادشي على احسن ما يرام. مباراة ديربي اللي كتقسم مدينة الدار البيضاء على جوج، رجاوي ودادي، ودادي رجاوي. فهذه هي الحلاوة ديال كرة القدم. طبعا هادشي كله خاص تكون مع الروح الرياضية. ما عرفتش واش كيوصلوكم الصوت ديال البيفان ولا لا، ديال الأهازيج ديال الرجاء وديال الوداد. ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا، كيف ما قال الاخ هشام. الله يرفع لنا هذا الوباء. شكرا خويا هشام، الله يرفع علينا ان شاء الله خويا هشام هذا الوباء هذا، ونرجعوا خويا نتفرجوا في الديربي، نتفرجوا في ماتشات بالجمهور. فحلاوه الماتش والديربي فهو الجمهور ديالو. كنشوفوا بزاف ديال الحوايج الزوينه اللي صراحه كنستمتعوا بها. فرجعوا لموضوعنا السابق ديال المقاهي اللي هنايا في الجنبات ديال المركب، فالسلطات حددت لهم على الساعه 7 يكون الاغلاق ديال جميع المقاهي هنايا. بقات لحظات قليله، بقات لحظات قليله، تقريبا 7 لاروب دابا 15 دقيقه وغادي يستور قهوي. كنشوفوهم باقيين حالين دابا، وباقى لهم ربع ساعة. ترتيبات أمنية كبيرة، منو ان الديربي تسود فيه الروح الرياضية، تكون هي اللي غالبة.
ولو ان الديربي ديال اليوم عنده خصائص كثيره وكبيره بزاف، اولها وان اللي ربحات فغادي تكلاصا البروميانا، يعني هذه في دابا الكلاسمون، فغادي نشوفوا ان شاء الله ماتش كبير، نتمنى وان شاء الله نشوفوا طبق كروي كيليق بحجم الفريقين. فالديربي المغربي ديالنا الديربي الكازاوي فكيتعتبر واحد من ابرز الديربيات، ماشي حتى في افريقيا او العرب، في العالم. ماتش كبير بجمهوره باللعابه ديالو بالثقل ديال الحجم ديال الفريقين، ان شاء الله نشوفوا طبق كروي جميل وكبير. فكنشوفوا الاجواء متابعينا الكرام بجنبات ملعب مركب محمد الخامس، المباراة غادي تنطلق على الساعة 7:15، فنبغوا نعرفوا متابعينا الكرام شنو النتيجة اللي كتوقعوا. حميد كيقول فوز الوداد ان شاء الله، اشرف كيقول ديما خضراء، هادي هي مدينة الدار البيضاء فوقية الديربي. فالحمد لله، الرسالة اللي بغو نوصلو هو أننا حنا كاملين، خوت كاملين، ولاد كازا كاملين، يعني أسرة. الرسالة اللي نبغيو نوصلو متابعينا الكرام، فما نبغيوش الشغب، ما غادي نبغيوش داك التعب، فغادي نبغيو نودعوكم متابعينا الكرام الى اللقاء ان شاء الله، نتلاقاو ورا الماتش ونشوفوا الاجواء ورا الماتش، ونشوفوا التصريحات ديال بعض اللعابه، نشوفوا النتيجه، نشوفوا ان شاء الله نبغيو نتفرجوا في ماتش كبير، نشوفوا شكون اللي غادي يحسم الديربي. ان شاء الله متابعينا الكرام نتلاقاو من وراء الماتش، الى اللقاء.